وينضم إلينا من نابلس دكتور رائد نعيرات، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية. حياك الله دكتور رائد. في البداية، يعني هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في رفح يوم أمس تضاف طبعا إلى سلسلة جرائمه في تاريخه ربما منذ نشأته وحتى اليوم، وكل عمل قام به ربما بات اليوم في صحيفة الجانب الإسرائيلي أمام العالم، لم يحترم قرار محكمة العدل الدولية. كيف تقرأ دكتور رائد يعني التصرف العشوائي المجنون الإسرائيلي يوم أمس في مدينة رفح وتوقيته أيضا؟ صباح الخير لك منى ولجميع المشاهدين. يعني حقيقة هذا التصرف دل على شيء يدل على طبيعة الغطاء الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال وما يبنى عليه من سياسات من قبل دولة الاحتلال وفقا لهذا الغطاء. لاحظ أنه ما أن أقر رئيس محكمة العدل الدولية قراره حتى بدأت هناك غارة جوية إسرائيلية شملت كل قطاع غزة. اليوم التالي كانت هناك مجزرة، والبارحة كان هناك حالة من الجنون في القتل والاستهداف، وليس فقط العسكري، بل أن ترافق ذلك مع إعلان إسرائيل أن الأمر منظمة إرهابية. هذا يعني يقودنا إلى حالة الطفل المدلل. يعني إسرائيل باتت عمليا تتصرف بشكل وكأنها طفل مدلل، إذا لم يحصل على ما يريد فإنه على استعداد أن يكسر كل البيت، أن يدمر كل شيء. إسرائيل دولة بالتأكيد كان سلوكها، وكما قال جدعون ليفي البارحة في مقال مشهور له، قال أن إسرائيل منذ عام 1973 بدأت تتصرف وكأنها خارج منظومة القانون الدولي وخارج إطار الأسرة الدولية، ولكن لم نشهد خروجا على من الأسرة الدولية أنا باعتقادي كما شهدناه في الحرب على غزة، حيث أن الحرب على غزة وحرب الإبادة الجماعية والتدمير الجماعي الذي يحدث في يحدث وتحت البث المباشر وعلى أعين المشاهدين، وهذه الجريمة يعني قولا وفعلا. يعني القادة الإسرائيليون لا يتوانوا لحظة عن الحديث عن التجويع، عن القتل، عن الدمار بالأقوال، ويرافقها ذلك الأفعال. القضية الأخرى باعتقادي أن السبب الثاني الذي يمكن أن يكون وراء هذه المجازر المتجددة حقيقة هي حالة عدم التوازن التي يعيشها نتنياهو والحكومة الإسرائيلية. نتنياهو الذي قال للإسرائيليين أنه سيدخل رفح بهدف جلب الأسرى الإسرائيليين، هو البارحة بات يفقد الجنود الذين ذهبوا لجلب الأسرى، هم تحولوا إلى أسرى. نتنياهو الذي قال للإسرائيليين أنه قضى على حماس ولم تبقى إلا لم يتبقى إلا لواءين في رفح، البارحة عندما قصف تل أبيب، هذا دليل على أنه ليس فقط حماس قضي عليها، وإنما حماس تمارس والمقاومة الفلسطينية عادت وكأنها في يومها الأول. ولذلك عندما ننظر إلى هذا السلوك، هذا يدل على أن هناك حالة من الفشل، حالة من التخبط، حالة من عدم التوازن. طيب، يعني تطرقت إلى نقطة مهمة دكتور رائد، وهو ما حدث في السابق. العالم الذي لم يحرك ساكنا عندما نتذكر ما حدث في جباليا وفي المعبداني، بتقديرك هل سيتحرك هذه المرة بعد الذي حدث في رفح يوم أمس والمشاهد الدامية؟ وربما رأينا أشلاء، هناك من حتى أمعاؤه باتت في الخارج بعد هذا القصف، هناك من قطع حتى جسمه إلى نصفين، رأينا مشاهد دامية وقاسية يوم أمس. بتقديرك هل سيتحرك العالم هذه المرة
ويكتفي من التنديد فقط؟ يعني أنا أتوقع نعم، يعني أنا أتوقع بأن مجلس الأمن سيكون له كلمة، والولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة سيكون موقفها صعب جدا بخصوص رفع الفيتو عمليا، وخاصة أنه أصلا الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كانت تخشى من أن تكون عملية رفح قائدة لهكذا مشاهد، أو أنها تؤدي إلى إحراج الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في المجتمع الدولي. وأنا باعتقادي بأننا سنشهد في الأيام القادمة حراك شعب عالمي وحراك لمؤسسات المجتمع المدني، الجامعات والمؤسسات، علاوة على أننا قد نشهد كذلك اعترافات جديدة بالدولة الفلسطينية. يعني هذه المتلازمة هي التي تزيد من تخبط الإسرائيليين أو تخبط الحكومة الإسرائيلية الحالية. الحكومة الإسرائيلية الحالية بفقدانها لبنك الأهداف المشروعة أو لبنك الأهداف في المقاومة، هي لا يوجد لديها بنك أهداف سوى قتل المدنيين، تدمير المؤسسات، المستشفيات، مراكز الإيواء. وهذه السياسة لا تقود إلا إلى حصاد على مستوى الأسرة الدولية، حصاد فلسطيني لا يرغبه الإسرائيلي عمليا. وبالتالي هنا تكون هذه المعضلة المتلازمة للحرب على قطاع غزة وحرب الإبادة التي تقودها دولة الاحتلال، وتضع الولايات المتحدة الأمريكية دوما في مأزق. أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة باتت شيئا فشيئا غير قادرة على تجاوز هذا المأزق، وغير قادرة على الضغط على حتى حلفائها. يعني لاحظنا في الآونة الأخيرة حتى ألمانيا قدمت انتقادات لسياسة إسرائيل. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل الضغط الذي توجه لحلفائها ولأصدقائها ولدول المجتمع الأسرة الدولية، إلا أنها باتت أضعف من أن تلقي بكل أوراقها وتوجه البوصلة كما تشاء. بتقديرك الجانب الإسرائيلي الآن دكتور رائد، كان يتحدث أول أمس عن عودة المفاوضات مرة أخرى ومشاركة إسرائيل في هذه المفاوضات، ولكن الجانب الفلسطيني لم يكن يعلم عن هذه المفاوضات. المقاومة تتحدث على أن ليس لديها دراية بهذه المفاوضات. بتقديرك لماذا روج الاحتلال الإسرائيلي لعودة المفاوضات بالتزامن مع قصفه العنيف والمستمر على رفح وعلى جباليا؟ نعم، يعني هذا شكل حيرة لدى المتابعين والمراقبين. يعني حتى أن الإعلام الإسرائيلي كما تعلم منى بأنه يعني ظهر تسريب أن الوفد الإسرائيلي سيزور القاهرة لاستلام رد حماس، وهون صار سؤال، يعني وكأن هل الوفد الإسرائيلي لم يستلم في السابق رد حماس؟ وإلا لماذا كان يتهم حماس بأنها هي التي عطلت الصفقة؟ أنا باعتقادي بأنه الإعلان الذي كان مفاجئ عن قبول المفاوضات والحديث الفجائي عن اجتماع مجلس الحرب والحديث عن المفاوضات كان له سببان. السبب الأول هو قرار محكمة العدل الدولية، وأرادوا أن لا ينتقل الموضوع إلى مجلس الأمن ويقدموا بين يدي الولايات المتحدة، سبباً لتستطيع أن تضغط باتجاه الفيتو، كون للحديث وللترويج بأنه الفيتو أو أي قرار قد يؤدي إلى الإضرار بالمفاوضات والمحادثات. والقضية الثانية حقيقة وهي الضغط الداخلي والشارع الإسرائيلي الذي بات يعني يشكل حالة لنتنياهو. شهدنا البارحة
أن هناك انضمام للمعارضة أصبحت تنضم شيئا فشيئا للشارع، يائير لبيد، جانس، خطف المتظاهرين، وتفريق المتظاهرين لم يكن إلا عن طريق القوة. عدا عن ذلك بأنه حتى جثامين الأسرى الذين لدى حماس، عندما تم إخراج 3 جثامين تحولت المسيرات هذه إلى وسيلة للضرب. لو أخذت كذلك استطلاعات الرأي وما تؤكده من أن هناك تقريبا 64% من المستطلع أراهم في إسرائيل يقول بأنه يجب أن يكون الهدف الأساس في إسرائيل هو إعادة المخطوفين والأسر. عند كل هذه تضع نتنياهو في حيرة، ولكن الجميع يعلم أو الجميع لديه تخوفات من أن نتنياهو مرة تلو الأخرى يلعب بورقة المفاوضات لتحقيق أهدافه باستمرار الحرب ولإبعاد الضغط الدولي عن أي طريقة لإيقاف الحرب أو لجعل الصفقة صفقة قابلة للتطبيق. طيب. لذلك يجب نزع هذه الورقة من يده يعني حقيقة. ولكن